تصغوا لمن يبثون اليأس في نفوسكم، لا تصدقوا المتخاذلين ولا الساس الفاشلين الذين أصابهم الوهن وكبت بهم عزماتهم. التحديات عظيمة لكنكم أعظم، الآلام كبيرة لكنكم الأكبر والأصلب عودا، الثورات غلابة والثوار منتصرون. هذا ما يقوله التاريخ وتؤكده سنن الثورات. كل التحولات في التاريخ حدثت بالحلم والحماس والإيمان بالقضايا العادلة. التاريخ يتغير بإرادة البشر وليس بالاستسلام والإقرار بالأمر الواقع. كل التحولات في التاريخ حدثت بالحلم والحماس والإيمان بالقضايا العادلة.